يقول لك لا لا لا، انتوا اصلا مش عارفين حاجة، انتوا ناس متساهلة جدا. اصلا في فرق ما بين اقتناء الكلب وما بين ان انت يبقى تتعامل مع الكلب ازاي، وهل الكلب نجس ولا طاهر. انت ليه بتقتني كلب اصلا؟ ما احنا ما اتكلمناش لسه على الاقتناء. هو الشرع اذن في اقتناء الكلب رقم واحد للحراسه، تمام تمام، رقم اتنين للصيد، ايوه تمام. يعني اقتناء الكلب او الحيوان لما يبقى ليه وظيفه هيقوم بيها، انما مجرد اقتناؤه في البيت كده كحته ديكور في البيت او لعبه بلعب بيها او حاجه ما اعرفش ايه، او او مثلا هنا في اوروبا دكتور بيبقى الكلب جزء من الاسره، يعني ده واقع احنا بنعيشه ماشي وشفناه واقع. هنا مش واقع اسلامي يعني، بس هو واقع موجود ماشي. ما وفي مسلمين، لا في اوروبيين مسلمين بيتعاملوا مع الكلب على انه جزء من البيت، وبينزل وياكله ويشربه ويرعاه. ويفتيهم اخواننا في مراكز الافتاء الاوروبيه براي المالكيه، لانه لو قالوا انه لا ده حرام هيدخلوا في صدام مع المجتمع مش هيخلصوا منه. وما دام عندنا راي على هذا الراي المعتبر شرعا، راي لمذهب معتبر شرعا، يمكن ان نوسع المساله على الناس حتى لا ندخل في صدام في مساله فرعيه، لا مانع من ان نفتي بهذا. تمام. لكن في مجتمعات المسلمين لا يمكن ان افتي الناس باقتناء الكلاب في البيوت واطعامها، ونجيب لهم بقى شامبو ونجيب حارس للكلب ورايح يفسح الكلب، واحنا عندنا اطفال يتامى مش لاقيين ياكلوا، عندنا مرضى في المستشفيات مش لاقيين علاج. لا يمكن ان تقدم هذه المسائل اللي فيها مبالغه في الرفاهيه، وعندنا جوع لا يجدون لقمة العيش. تمام. فاللي عنده فلوس يقتني بها كلب يا أخي جزاك الله خيرا، أكفل بها يتيمين ولا ثلاثة. وأنا أزعم أن تكلفة اقتناء كلب واحد ممكن تكفل خمس أيتام مش اثنين ولا ثلاثة في الشهر. تمام. وعليه فهذا مقدم بطبيعة الحال، ورأي الجمهور في مسألة الاقتناء أرجح عندي. أرجح. طبعا، لأنه إيه المصلحة؟ أنه لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت، وفي حديث صحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أيوه. وعليه فالكلب اللي ملوش غرض مشروع كالصيد او الحراسه اقتناؤه في البيت منهي عنه. ايوه. حتى لو كان المالكيه خالفه، لكن اتباع ظاهر الحديث في هذه المساله مع وضوحي اولى من راي المالكيه، خاصه في مجتمعاتنا المسلمه التي استقر فيها هذا الفقه وهذا الفهم. تمام. والتي فيها احتياجات اعظم بكثير جدا واولى شرعا من مساله اقتناء الكلاب.